Naina Curly Min Wamda Ma Kum Anima Juda Hon Bi Startup Weekend Aman Ma Darin Al Ashi Min Farik Krabs Wa Alib Safe Play Darin Kifik الحمد لله أنت كيفك؟ كل شيء تمام. شو الفكرة للسيف بلاي؟ هلأ إحنا عملنا فكرة جيم اسمها سيف بلاي. هاي الجيم عملناها educational and learning game للكيدز من عمر 4 to 13 years. We took advantage of the fact إنه الصغار بيلعبوا games, فحبينا إنه يصير يستخدموا الجيمز للeducational ويتعلموا منها. فكانت الجيم عبارة عن إنه بيكون في سين, من السين فيها bad habit. الكيد he should pick the bad habit, وإذا he did not pick the bad habit بيشوف الفيدباك إذا he did not pick it إنه إيش بيصير فيه إذا عمل إشي غلط. So that was the concept mainly. تمام. وشو الفكرة للشركة بشكل عام؟ هلا إحنا شركة, لسه ما عنا شركة, بس إحنا إذا إنه في عنا future plans, عنا شركة اسمها Crab. الشركة it's a gaming company. نعمل أكثر من field, منها educational, منها entertaining for kids and young people and adults. ومين الزباين تبعك يعني؟ هلا أكيد الزباين تاعونا الجيمرز اللي بحبوا الجيمز. يعني mainly أي حدا بحب يلعب جيم, especially اللي بيلعبوا بالآيباد وأندرويد جيمز, عشان حتكون application in iPad and Android. بس كل شيء بالعربي, هذا من المنطقة؟ لا, هلا الجيمز احنا عاملينهم بالانجلش عشان بدنا اياه التارجت تبعنا يكون انترناشونال, مش بس بالعربيك ريجن, بالعربي ريجن. اوكي, وشو الريفينيو ستريم؟ الريفينيو ستريم هلا از ستارت ابس سبيشال, الجيم اللي عملناها اللي هي سيف بلاي, اول ليفل فيرست ليفل رح تكون فور فري, سكند ليفل رح تصير بيد انه فور $1 ايتش ليفل. تمام. ومين بفريقكم؟ هلا احنا فريقنا we're 4 members. انا دارين the animator of the game, وفي واحد اسمه محمد معطي هو الارتست الالستريتور, و other 2 developers نضال والثاني احمد, واحد developer for android والthe other for ipad. تمام. وبلشت هذا الفكره هون بستارت اب ويكند امان او يعني قبل ما تيجي هون؟ صراحة لا, we started بستارت اب عمان, وصار الموضوع in all of a sudden هيك إنه فجأة سمعنا على الموضوع, we said why not to go, and we did the pitch إنه بالضبط نفس الوقت, ف it was unplanned which is a nice thing experience. Good for you guys. وكيف كان ستارت اب ويكند بشكل عام؟ شو تعلمتوا؟ صراحة ال experience it was a great experience. إنه تعلمنا كيف إنه we can do a game a level in 2 days which is nothing, and I got to know new people, interesting one, interested in the same field I do, but it was great. حتى الناس وال teamwork وال environment it was exciting. تمام تمام. Yes. تمام. شكرا لوقتك. Thank you. Nice to meet you. Thank you.